غنحيي اللحظه ضيفتي الدكتوره هاجر الرئيسي اخصائيه في الطب العام معنا مباشره من دار بيضاء. دكتوره هاجر صباح الخير. صباح النور حليمه، صباح النور مستمعين ومستمعات. صباح النور. صباح النور وصباح الانوار عليك. شكرا حليمه. صباح الورد، صباح الطاقه الايجابيه. نعم صباح كل حاجه زوينه. اي صباح الطاقه الايجابيه، خصوصا انا غادي نتكلموا على الاكتئاب. نعم دكتوره هاجر، طبيعه الحال غنتكلموا على الاضطراب الاكتئابي المستمر، شنو هو، شنو هي التوجيهات والارشادات الطبيه اللي خاص مرضى الاكتئاب ينتبهوا ليها. وتنعرفوا كذلك دكتوره هاجر بان اليوم اصبح العدد ديال الناس اللي كيعانيوا من حاله الاكتئاب كثير وكبير جدا، فنخلي لك الكلمه. نعم حليمه، انا الموضوع الاكتئاب انا حاول نطرق ليه من واحد الجانب اخر، غادي نفهم علاش قلتها لك. دونك بالنسبه لي الاكتئاب باش نديروا واحد تفسير عام، هي بعدا فترات، واحد الفتره كتقدر الناس كيدوزوا بفترات الاكتئاب، وعاد كاين الفتره اللي ديال الاكتئاب المزمن اللي ديما. نعم. دونك الفترات ديال كيفاش تكون ان الواحد، نهضروا بواحد اللونغاج اللي عادي سامبل، واحد ما تيبغيش يبقى يخرج، كاين في الحالات الخطيره تيبقى سد عليه في الظلام، ما كيبغيش يبقى يتحرك، دونك الحركه كتنقص. اما كتزاد الماكله اما كتنقص. نعاس، كيكون اضطراب في النوم، يا يعني اما كيولوا ينعسوا بزاف يا يعني اما ما كينعسوش. يعني هذاك الرغبه ولا لو كو في الحياه ما تيبقاش، الرغبه في الحياه ما تيبقاش، حتى حاجه ما كتبقى تبان زوينه. ولكن هادشي اللي كنهضروا عليه هما الحالات المزمنه، يعني كاينه لا ديبرسيون سيفير، الحاله اللي صعيبه، تيكونوا ديزيدي نوار، يكونوا افكار سوداويه او انتحاريه. افكار انتحاريه ولا يضر راسو، كاين اللي كيضرب راسو، كاين اللي كل واحد وكيفاش، شنو هما الافكار. هنا هادو حالات اللي خاصنا سي دي سين دالارم، يعني الجرس، يعني هذه الحالات المستعجله خاصها تشوف طبيبيه في اي واحد. انا النصيحه ديالي اي واحد حس براسو ماشي مزيان، حس براسو شي حاجه تبدلات فيه، يمشي يشوف الطبيب ديالو، اما الطبيب العائله ولا طبيب مختص. راه ماشي حشومه نقولوا كحنا ما كنحسوش براسنا مزيان ولا كنحسوا بواحد الحاله ديال الاكتئاب. هذه انتما واحد المساله هنايا غنفتح واحد القوس، ما بقاوش نقولوا لا راه دابا الدوز راه غير مع الضغط ديال الحياه، راه غير كذا راه غير كذا. نعم كنبقاو نعطيو مبررات واحد اخرين. لا، الا الانسان شاف راسو بان يعني كاين بعض الاعراض اللي مطولين فيه، هنا تيخصو يطرح علامات استفهام، وكيف ما قلتي يمشي يشوف الطبيب. نعم حليمه، انا كاع نقول لك حتى واخا ما يكونوش مطولين، غير ما كنحس براسي مزيان ما في هذا باش يشوف الطبيب، يقدر يعطيني بعض الادويه ولا فيتامينات ولا روتينات اللي نهضروا عليهم دابا، يقدروا يحسنوا من الحاله ديالي. داكو، دونك كاينين واحد الفترات اللي نقدروا ندوزوا منهم بالاكتئاب، مثلا المراه في الاندروم بريمونستريال، المراه قبل ما كيجيها الحيض كتقدر تحس بواحد الحاله ديال الاكتئاب. هنا نردوا ليها البال، حتى هي كنوعاو بانه واحد الفتره اللي كتكون صعيبه وكتقدر تجي فتره الاكتئاب، ولا بحال مرض حتى هو من الامراض اللي كيقليو لينا الاكتئاب. الحاله ديال الاكتئاب دونك نوعى بهم ونعرف ندير روتينات، ولا كاين بعض لي بلونط وهذا اللي تيقدروا يعاونونا باش هذاك لو سيندروم بريمونستريال يدوز. انا غادي نهضر حليمه واللي بغيت نركز عليه، حيت بالنسبه لي انا الحالات المستعجله الاختصاص ديالهم الطبيب كيدار في لو كابيني. ولكن اللي مهم اللي نهضروا فيه دابا مع الناس هو كيفاش لا بريفونسيون، كيفاش انا الوقايه براسي شويه ماشي مزيان، شنو هما الحويجات اللي نقدر ندير، ولا في حي واخا نكون حاس براسي مزيان شنو هما الحويجات اللي نقدر ندير باش ما نحس ما نوصلش للاكتئاب المزمن ولا حالات الاكتئاب اللي تطول. اييه هادشي ما كرهناش كلنا نعرفوه. باش نديروا به هاجر، لان كيف ما قلتي الانسان في بعض الاحيان تيحس بحالات الاكتئاب، لكن قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال غير باش نوضحوا واحد المساله، يعني ماشي كل اكتئاب راه هو اكتئاب، باش نكونوا واضحين، لان بزاف ديال الاحيان هي تنحسوا براسنا ماشي وما هذوك، او لا مثلا عندك واحد المساله شغلك، او لا دزتي بواحد الحاله نفسيه معينه، ماشي اكتئاب. ولينا اليوم كنقولوا على اي حاجه اكتئاب.
ماشي كل شيء اكتئاب. الاكتئاب راه هادشي اللي هضرت عليك في الاول، كل شيء تيكون مجموع. كندوزو وقلت لك كندوزو وكنأكد عليها، كنقدروا كل شيء كيدوز انا وانت وكل شيء كيدوز بفترات اللي كيشبهوا الاكتئاب، ولكن هو ماشي اكتئاب. حتى اليوم ولينا كنستعملوا هذه الكلمه هكاك بشكل عشوائي. تماما. مالك في اكتئاب؟ مالك انا اوكي كنعيشوا الحالات ديال الاكتئاب، نقدروا غير نديروا حاجه شي حاجه اخرى ما يبقاش هذيك الحاله. صحيح. مثلا تيقدر يكونوا شي وحدين شي ناس مثلا عندهم ان دي سي ولا وقعات يعني واحد في العمل ولا تبدل شي حاجه في الخدمه ولا في المنزل، هذا كيقدر يدير لنا واحد لو ستريس في الجسم ديالنا وكيقدر يعطينا بعض الاعراض اللي كيشبهوا الاكتئاب، ولكن هما ماشي اكتئاب. تماما. هذا شي بريمونسكوال اللي دويت عليه مثلا ديال المراه، فهي كتقول راه انا مكتئبه وما عرفتش مالي وهذا، الوغ كو لا، هرمونات اللي كتقدري تتعاملي معاهم بطريقه اللي ما كتاثرش عليك، اللي كتعرفيها. دونك كيف قلتي حليمه، ماشي اي ماشي غير كنصبح واحد الصباح ما باغيش ناكل ولا هذا، راه اكتئاب. يقدر يكون هلع، يقدر يكون غير ما نعسش مزيان، او ارهاق. ارهاق والفاكي كيف هضرنا البارح، نتعلموا نسمعوا الجسم ديالنا. ايه تماما. حيت بعض كنطولوا مثلا الارهاق اليوم غدا والضغط ضغط ضغط ضغط، لو كور شنو كيقول؟ كيقول لك راني بغيت نرتاح، خاصني نرتاح. دونك تيدير لك هذيك الحاله ديال العيا وصافي، خاصك تسد عليك وتنعس. غير خير ما خاصش هذاك السده طول بزاف، ما تفوتش نهار. ايه تماما. ما تفوتش 24 ساعة. ما تفوتش ماكسيموم 24 ساعة. نعم صحيح. دونك الحويزات حليمة اللي نديرو الهدف ديالهم هو نطلعو من هرمونات السعادة. انا الطلب ديالي للمستمعين المستمعات، نطلعو نديرو كل نهار بحال عندنا واحد الطابلو نكوشيو كاع هرمونات السعادة كل نهار، اللي هما لا سيروتونين، دوبامين، لوسيتوسين ولوندورفين. كل حاجة غادي نقولها نقول لكم اشنو كتقدر تطلع لينا من هرمون. مثلا حاجة اللي مهمة وكل شيء عارف هي الرياضة. رياضة، نهضر على واحد الإنسان اللي نقولوا مكتئب وواحد اللي ماشي مكتئب، واحد اللي ماشي مكتئب يدير رياضة، لا مسكولاسيون مزيانة كتطلع لينا لوندورفين اللي هو هرمون من هرمونات السعادة. واحد اللي هو عنده اكتئاب ما نطلبوش منه يدير واحد ساعة ولا ساعة ونص ديال رياضة، حيت هو ديجا ما قادرش. يقول لك أنا ما تنقدرش، دونك أنا شنو نطلب منه؟ يدير الله يخلي يدير غير أون بيتيت مارش، غير يخرج يضربوا هذاك الهواء غير نص ساعه ثلث ساعه ديال لامارش، صافا لي سيغ دو بيان، راه مزيانه ماشي مشكل. دونك حاجه اخرى انها تغذيه، الماكله نحاولوا التغذيه المتوازنه. الا نقللنا السكر ولي فاست فود وهذا كيعاوننا باش يكون عندنا واحد لو مود اللي مزيان. نعم. الناس اللي كيقولوا اللي عندهم الاكتئاب غادي نطلبوا من العائله ديالهم يعطيوهم واحد الاكل لي متوازن. والتغذيه اللي بغيت ناكد عليه هما الفيتامينات. بعض المرات واللي بغيت نشير ليه، بعض المرات نقص ديال الفيتامينات كيقدر يعطينا حاله كتشبه الاكتئاب، بحال نقص لا فيتامين دي، لا بي 6، دي 12، دي فوارا غير تيكون نقص كتاخذهم كيولي بحال ما عندك والو. يعني هذه بغيت نشير ليها، هذه نقطة مهمة مشكورة عليها دكتورة هاجر، لأن تيوقع خلط فيها فعلا. ملي تيكون نقص على مستوى الفيتامينات وخصوصا هاد الفيتامينات اللي ذكرتي ومنهم لا فيتامين دي، تيولي واحد العياء شديد، الإنسان تيحس به، المغال ما تيكونش، يعني يعني تيكون واحد المجموعة ديال الاضطرابات تنقدروا نصنفوها على أنها حالة من الاكتئاب، في حين هي ماشي حالة من الاكتئاب، هي فقط جرعات خاص الجسم ديالنا ياخذها من الفيتامينات كيف ما قلتي. نعم نعم، هذه فريمون مهمه، حيت اون فوا كتاخذهم هذوك لي فيتامين، كتاخذ الفيتامينات ما تبقى عندك والو، كيتبدل نهارك كل شي حاجه، كيتبدل النهار. هذاك اللي تخرج دو لومور، هذاك المغال اللي هابط، تقلبات المزاج وداك المغال اللي هابط تعاود يطلع، يعني بواحد الطريقه خياليه. يعني هذه نقطه كنشير لها ومهمه خصنا نردوا لها البال. دونك الاتصال مع الطبيعه، الاتصال مع الطبيعه مهم، كنتغداو من الطبيعه، البحر، الشجره، التراب، التراب كينقي الطاقه السلبيه وكيعطينا طاقه ايجابيه. يعني واحد ما كيحس براسو مزيان، انا كنصحو يمشي يدير جارديناج، يمشي يزرع واحد النبته ولكن بيديه، يحس بهذاك التراب.
أو لا مثلا إن إن بيتيت مارش في البحر يعني بيان سور لي بيي نو أي يكون الإنسان ما لابس حتى حاجة يكون إنسان حفيان تحسي بديك الحرارة ديال الشمس وديال الرملة فعلا كتحسي بواحد الاتصال مع الطبيعة ومع الطاقة نعم حليمة وحتى هاد النقطة اللي قلت لك ديال نزرع مثلا البلانت الناس اللي عندهم اكتئاب نحاولوا نحط لهم دي بلانت حداهم فيفونت اللي يعطيهم واحد طاقة زوينة نعم حيث ما تقدروش يتحركوا بزاف دونك نعطيهم واحد الحلول اللي يقدروا يديروا حداهم ويعطيهم واحد البوست بالنسبة حاجة أخرى اللي مهمة حليمة هي صراحة كل شيء مهم أنا بالنسبة لي معلوم كل شيء مهم العلاقات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية ما خصناش نحبسوهم العلاقات الاجتماعية ما خصهمش يتحبسوا واخا ما كنحسوش براسنا مزيانة اللي مكتئب يقول لك أنا راه مثلا كنطفي التليفون ما تنقدرش نشوفه ما تنقدرش تنسمع صوت الناس أنا اللي تنقترح وتنقول لك هو أنه اختار واحد شخص ولا جوج اللي عزازين عليك اللي تعطيك كتحس بانهم كيعطوك واحد الحب لا مشروط انك حاول تهضر معاهم انفو غادي تهضر معاهم غادي يعطوك واحد طاقه غتحس بلوسيتوسين فهو غادي يطلع خاصه اللي كان شي واحد ديك الا كان حداك واحد صديق ولا صديقه ولا مومبر دو لا فامي شي واحد من العائله غتحس بديك هرمون غادي يطلع وغتخليك انك تنوض غتحس بواحد السند دونك لي ريلاسيون سوسيال مهمين والحاجه اللي بغيت نشير ليها حليمه قبل غادي نهضر على النعاس خاص يكون نوم مزيان نحاولوا نعسو 8 السوايع ديالنا اللي عندهم اكتئاب يقول لك ما كنعس مزيان دونك انا شنو كنقترح اللي عندهم اضطرابات في النوم يديروا واحد لي روتين يعني واحد العادات اللي نديروا قبل ما نعسوا نحاولوا نحيدوا التليفون وهذا نحاولوا نديروا واحد اما قران ولا موسيقى ولا عاده نقراو واحد مثلا كتاب يكون عندنا واحد نديروا اون تيزان مثلا ويزا كامومي هما تعاونوا على النعاس النوم مزيان دونك نديروا بحال كنصيفطوا واحد الميساج انكونسيون واحد الرساله لواعي الجسم الدماغ ديالنا بانه وصل وقت النوم نعم هادشي وسط الحياه اليوميه ديالنا والواقع المعيش ديالنا تيجينا فشي شكل علما انه هادشي اللي كنا كنديروا شحال هادي قبل ما يعني تكون التكنولوجيا بهاد الوتيره وقبل ما يكونوا الهواتف فاليوم ملي كتقولي نقراو كتيب نحاولوا نحيدوا الشاشات وهذا كاين بزاف ناس يقول لك كي غندير وحنا دابا هادشي عايشين فيه احنا ما نقدروش نفاصلوا على العالم الاخر فهادشي راه ممكن نديروه لان سبق ودرناه ووالدينا عاشوا فيه وجدودنا عاشوا فيه واكيد الا كانت عندنا العزيمه نقدروا نبداو غير بشويه بشويه حتى حاجه ما كتجي دقه وحده نحاولوا غير بتدريج هجر اليوم نحيدوا حاجه غدا نحيدوا حاجه ونحاولوا نانستاليو كما تنقولوا نحاولوا نحطوا واحد النمط ديال العيش ديالنا يكون صحي وإيجابي بشوية بشوية نعم حليمة أنا هادشي تنقولو من تجربتي الشخصية دكتورة هاجر نعم حليمة نعم وتنقتسمو مع المستمعين كذلك لان احنا كنا بحال يعني نستثني انفسنا اكزاكتومون كل شيء كيف كنقول للناس اللي كيجيو عندي كلنا احنا في لو ميم باتو كنا في نفس الباخره تماما ماشي واحد راه خارج من الباخره وكيهضر لا صحيح كل مره نحاولوا نديروا كيف قلت لك هذاك نعاود نهضر على لي زغمون هرمونات السعاده نحاول كل شيء واخا غير شي حاجه صغيره لا قريت غير كتاب غير ورقه صافا غادي تعطيني واحد الطاقه زوينه خاصنا نجربوا كيف قلنا البارح هادو واحد الحويجات اللي صغار اللي كنقدروا ما نلمسوش ولكن كيعطيو واحد المفعول خيالي نعم خاصنا نجربوه باش نحسوا بهذاك المفعول ديالو ونحسوا بالقيمه ديالو حتى لحظات ديال التامل لي ريسبيراسيون وديال لي زيكزارسيس دو ريسبيراسيون حتى هما مثلا اللي عندهم قلبهم كيضرب بزاف ولا ما قادينش ينوضوا ولا هذا لي زيكزارسيس دو ريسبيراسيون كيخليو ان هذاك دقه القلب كيهبطوا انك تعطيك واحد كتدخل بعدا الاكسجين بزاف للدماغ والجسم كيخليك انك كتجير بيان لي زونسيون ديالك وكتحس براسك مزيان نعم يعني التنفس العميق نعم وهذا وحده اللي بغيت ناكد عليها هو الناس اللي عندهم اكتئاب خاص واحد لو سوتيان ديال لا فامي داخل في لي ريلاسيون سوسيال يعني العلاقات الاجتماعيه خاص الناس اللي دايرين بهذوك الناس اللي عندهم اكتئاب ولا كيمروا بواحد الفتره ما يكثروش عليهم الاسئله
ولا حيد من الفشوش بركه من الفشوش ونوض ولا بقى على السد عليك ولا انت في الظلام. يعني هما كيعيشوا في واحد الفتره صعيبه خاصهم نحسوهم غير بواحد الحب لا مشروط وانهم حنا معاهم شنو ما كان. نعم نقطه مهمه حيت هادشي يخليهم يزيدوا القدام وينوضوا. هما ما محتاجينش انك تسمعهم ونوض الخدمه وهذا. يعني راك عارفين حنايا صح صح الاسلوب والطريقه تقدر يخلي هذاك الشخص عاد يزيد يجلس في هذاك المكان المظلم ديالو. صح دونك هذه نقطه اللي فريمون انا كي متي اكور ومهمه. يعني واحد اللي ما كيحسش براسو مزيان وكنشوفو ما كيحسش براسو مزيان غير نحسوه بالسند. نعم اننا حنا معاه وجدوا ليه ميكله ونحطوه بلا تزاز ما نهضروا ما نبزوش. ما نبزوش وما نكثروش بزاف الهضره ونحاولوا دائما نكونوا محتضنين الشخص اللي كيمر من فتره اكتئاب. واكيد كيف ما قلتي كل هذه العوامل هذه كتقدر تساعد الانسان انه يوقي راسه يعني بدايه يعني من مرض الاكتئاب او حتى الى طاح في حاله من الاكتئاب يقدر يساعد راسه إذا كان عنده الوعي بهذه الأمور. الوقت كيمشي بينا بسرعة هاجر. شكرا جزيلا لك. شكرا لك حليمة. شكرا للاستضافة. كل هذا ديما شرف نكون معك. الله يحفظك بارك الله فيكم. مازال كنسينوك تجي لعندنا الإذاعة الاستوديو إن شاء الله. مرحبا بك. إن شاء الله حليمة. أنا قلت لك في المباشر. شكرا حليمة. إن شاء الله المرة الجاية نكون معك. الله يحفظك. مرحبا مرحبا دكتورة هاجر الرئيسي أخصائية في الطب العام. كنت مباشرة معنا من الدار البيضاء. لنا لقاء بعد لحظات.